أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة رويترز الأنباء سكان قطاع غزة يجوبون الشوارع في وقت مبكر من يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، وذلك للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين فلسطين وإسرائيل. أنا بحكي نصر مبين، الله وقف معنا، الله نصرنا. قتلوا شباب وقتلوا، لكن ابني انولد سيف الأقصى وهيهم في الولادة وبصحة جيدة. تقتل الناس بطلع شباب. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. هذا أكبر تحرير اللي انتصرنا فيه على اليهود وكسرنا أنفسهم. سيارات تجوب الشوارع منيرة مصابيحها ومطلقة أبواقها، وأناس يلوحون بأعلام حماس احتفالا بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس. منذ 10 مايو اندلعت اشتباكات بين إسرائيل والجماعات المسلحة في قطاع غزة، وأشارت الأرقام الصادرة عن كلا الجانبين أنه حتى مساء يوم الجمعة تسبب الصراع في مقتل 232 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1600 فلسطيني، فضلا عن مقتل 12 إسرائيليا وإصابة أكثر من 300 إسرائيلي.